إذا السلام عليكم، وصلت باك فاسيل، ترحب بكم وتشكركم على متابعتنا وعلى تعليقاتكم وملاحظاتكم. اليوم لدينا امتحان وطني لسنة 2011، الدور العادية، مسالك علوم فيزياء، علوم الحياة والأرض، علوم التكنولوجيا بمختلف شعابها، والعلوم الزراعية. إذا التمرين ديال المتتاليات العددية، عندي إلى صفر كتساوي واحد، إلى إن زائد واحد كتساوي التعبير هذا. السؤال الأول يقول بين بالتراجع أن إلى إن أكبر قطعة من الصفر لكل إن من إن. هذا سؤال بسيط جدا، كنعرفوا بأن البرنامج بالتراجع يمر في ثلاث مراحل كما شاهدنا في الدرس وفي الفيديوهات السابقة الخاصين بالمتتاليات العددية. إذا البرنامج بالتراجع يمر بثلاثة المراحل، كناخذ أصغر عنصر من المجموعة اللي عطاني المجموعة إن، كنقول المرحلة الأولى لدينا من أجل n تساوي صفر، عندي إلى صفر كيساوي واحد كما في المعطيات، وواحد هو أكبر قطعا بطبيعة الحال، هو واحد أكبر قطعا من صفر. إذن العبارة صحيحة، من أجل n تساوي صفر. المرحلة الثانية كناخذ السؤال اللي هو بين ان، ونحوله الى فرضيه، نكتب نفترض ان الى ان اكبر قطعا من صفر لكل نفترض ان الى ان اكبر قطعا من صفر، نبين ان الى ان زائد واحد راه هو اكبر قطعا من صفر، يعني كندوز من الى ان الى الخطوه التي تليها، يعني الى ان زائد واحد. إذا المرحلة الثالثة والأخيرة، هنا غنطلق من الافتراض، لدينا حسب الافتراض إلى إن أكبر قطعة من صفر، إذا إذا كان إلى إن أكبر قطعة من صفر، معناه أن هذا راه غادي يكون أكبر قطعة من صفر، هذا يستلزم ماذا؟ أن إلى إن على 5 زائد 8 الى ان مباشره راهي اكبر قطعه من صفر. لماذا؟ لان جميع الاطراف المشتركه هنا موجبه، هذا موجب، هذا موجب، 8 بالتاكيد موجبه، و5 موجبه، اذا كل شيء هنا موجب. معناه شكون هي هذه؟ اذا هي الى ان زائد 1 يستلزم ان الى ان زائد 1 راه اكبر قطعه من صفر. إذا هنا الموضوع بواحد البساطة متناهية جدا، طالما أن إلى إن أكبر قطعة من صفر، هذا يعني بجرى أن إلى إن مقسومة على 5 زائد 8 إلى إن هي أكبر قطعة من صفر، لأن كل شيء الأطراف كاينة تما موجبة قطعا. إذا برهنا هذه، وبالتالي إلى إن أكبر قطعة من صفر لكل إن من المجموعة، لكل إن من إن. إذا السؤال التالي، السؤال الثاني يقول لك ثانيا كيعطينا واحد المتتاليه دوبل في دي ان تساوي واحد على ال ان زائد 2، كيقول لك بين ان دوبل في دي ان هندسيه اساسها 5، ثم اكتب في ان بدلاله ان، ثم اكتب في ان بدلاله ان. اذا هذا بسيط جدا، اذا غنستعملوا هذه باش نحسبوا. لدينا واش عندي دبل في ان كتساوي واحد على ال ان زائد 2، اذا دبل في ان زائد واحد غتساوي واحد على إلى إن زائد واحد زائد عدد 2. إذا هنا عندي فقط المقلوب واحد على إلى إن زائد واحد، معناه المقلوب ديال إلى إن زائد واحد، معناه هذه غتولي في الباص وهذه غتولي في المقام. إذا هي 5 زائد 8 إلى إن على ماذا؟ على إلى إن زائد 2. هنا غنوحد المقام، باش المقام موحد هو إلى إن،
إذا هتولي عندي 5 زائد 8 إلى إن زائد 2 إلى إن مقسومة على ماذا؟ على إلى إن. دائما هذه هي دبل في لإن زائد 1. إذا دبل في لإن زائد 1 دونك 5 8 إلى إن زائد 2 إلى إن معنا 10 إلى إن، 8 من الحاجة زائد 2 من الحاجة بحال 8 إكس زائد 2 إكس هي 10 إكس، 8 إلى إن زائد 2 إلى إن هي 10 إلى إن مقسومة على ماذا؟ على إلى إن. وغنعمل ببساطة بخمسة، غنلقى دوبل في إن زائد 1 هي 5. إلا عملت بخمسة أش كيبقى هنا؟ 1. وهنا أش كيبقى؟ 2. هنا 2 أش إلى إن على ماذا؟ مقسومة على إلى إن. إلا رديتم معايا البال أيها التلاميذ الأعزاء، هذه هي هذه تمثل ماذا؟ تمثل دبل في لإن. غادي نزيد نبينها لكم. هي 5 عاملاش 1 على إل إن كنفكك دابا زائد 2 إل إن على إل إن. إذن هي 5 1 على إل إن اختزل هنا إل إن غتعطيني أش زائد 2. باش يبان لكم مزيان بان هذا هو هذا. اذا هذا راه كيساوي دبل في لان، اذا كتساوي 5 دبل في لان. انا عطيتها بالتفاصيل. اذا دبل في لان هندسيه اساسها كي تساوي 5. إذا السؤال إثنان باء كيقول بين أن إل إن كتساوي 1 على 3 في 95 ناقص 2 ثم احسب نهاية إل إن بدالات إن. إذا هذا سؤال سهل غنطلقوا من هذه. عند دبل في إل إن كتساوي 1 على إل إن زائد 2. إذا حول لي هذه لهنا غنلقى 1 على إل إن هذه تساوي لي ماذا؟ دبل في ل ان ناقص 2. معنى ذلك ماذا؟ غنطلع ال ان هنا وغنزل هذا لهنا غنلقى بان 1 على دبل في ل ان ناقص 2 كتساوي ال ان. بالنسبه لتلاميذنا الاعزاء اللي ما بانش لهم كيفاش وصلت لهذه العلاقه انطلاقا من هذه العلاقه انطلاقا من هنا، لاحظوا كيف سافعل ذلك بطريقة بسيطة جدا. 1 على إل إن كتساوي دبل في إل إن ناقص 2. غندير هنا مقام اللي هو 1 اللي لا يغير من الموضوع شيئا. سيستعين بجداء وسطين جداء طرفين، هدف هذا كيساوي هدف هذا. إذا 1 في 1 هي 1 وغتعطيني إل إن عامل دبل في إل إن ناقص 2. معنى ذلك أنني لو بغيت إل إن يكفي نزل هذه هنا، يعني 1 على دبل في إل إن ناقص 2 كتساوي إل إن. هذا اللي ما بانش لي كيفاش وصلنا لهذي، ها هو الشرح ديالها أون ديتاي. إذا هنا يكفي الآن أش خاصني باش نوصل لهذي، أي نعرف التعبير ديال دبل في إل إن كي داير، حيت هو اللي خصو يعطيني هاد 3 في 95، هو اللي خصو يعطيها ليا باش ناقص جوج هي. إذا أش عرفنا على دبل في إل إن؟ دبل في إل إن هندسية أساسها 5. الحد ديالها الاول غنجو من هنا. اذا عندي الا عندي انتبهوا غنكتبها لكم هنا الله يرضي عليكم. الا عندي دوبل في ل ان كتساوي 1 على ال ان زائد 2، اذا راه دوبل في ل صفر غتساوي 1 على ال صفر زائد 2. ملي خديت ان هاد ان خدا القيمه صفر، بطبيعه الحال هاد ان غياخد القيمه صفر. اذا ال صفر كم هو؟ هو 1. دوكا يعطيني 1 على 1 هي 1 زائد 2 هي 3. إذا حدها الأول دبل في ل صفر كيساوي 3. كيف تكتب المتتالية الهندسية دبل في ل إن؟ تكتب دبل في ل صفر مضروبة في كي أس إن. وشكون هو دبل في ل صفر؟ قلنا هو 3، وكيش قلنا هو 5، دونك 5 أس إن. إذا كنلقى هذا دونك كنرجع لهذي، عندي فيها إل إن هي 1 على دبل في ل إن ناقص 2. إذا كتساوي شكون هو دبل في ل إن؟ قلنا هو 3 في 5 أس إن ناقص 2. بقينا السؤال الأخير اللي هو المتتالية النهاية عفوا. إذا ليميت لما إن
غادي ان زائد لا نهايه ديال ال ان هي ليميت لما ان غادي ان زائد لا نهايه. بالتاكيد لقينا تعويض ان هو هذا، هو واحد على ثلاثه خمسه لكل اس ان ناقص ان. بطبيعه الحال لما ان غادي عند زائد لا نهايه، اذا هذا راه غادي يمشي عند زائد لا نهايه، غيتضرب في ثلاثه غيبقى غادي عند زائد لا نهايه. ناقص جوج لا تغير من الوضع شيئا، يعني بحال غادي يطلب بحال نقص منه جوج خطرات، زائد لا نهايه ناقص جوج راه زائد لا نهايه. اذا هذه تعطيني واحد على زائد لا نهايه معناه صفر. دائما تذكروا ايها التلاميذ الاعزاء في الليميت في النهايه راه عدد على لا نهايه كتساوي صفر، واخا يكون هذا زائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه، وحاطه صفر مقسوم على لا نهايه كتساوي صفر. هادو غير اساليب كنستخدموها الشرح، ليست لها معنى رياضيات. اذا وصلنا الى ان ليميت لما ان غادي عند زائد لا نهايه ديال ال ان تساوي صفر، تسامبلومون لحقاش المقام سيذهب الى زائد لا نهايه، والبسط هو عدد ثابت اللي هو واحد. هذا كل شيء لهذا الفيديو، نشكركم على انتباهكم، وصلت باك فاسيل تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.